السلام عليكم. بعد طبعا هاي الصورة اجت، الحركة هاي اجت بعد ما فصلت خطين ال VGH وال VGL عن طريق وضع هاي القطعة اللي هي البلاستيكة، زي ما حضرتك عملت أخ أسامة. طبعا الجهود هلا موجوده، حاليا الجهود كلها موجوده، لكن الصوره زي ما انت شايف بتتحرك بالشكل هذا. انظر استاذ الكريم، انظر الى الجهه العلويه هنا في هذه الزاويه، انظر اللون، انظر اللون فقط في هذه الزاويه، ترمش الصورة، ترمش باللون الأحمر، ترجع طبيعية ثم تختفي. هذا طبعا ليس على كل الصورة، فقط في الجهة اليمنى، يعني اللي هي فيها كان في مشكلة أساسا، لكن باقي الصورة طبيعية وألوان جميلة جدا. انظر أستاذ، انظر إلى الجهة العلوية عند كلمة فلسطين، عند اللوجو، رأيت؟ يظهر اللون الأحمر لثواني ثم يختلف. طبعا هذا يتزامن مع ظهور فولت 28 فولت، ثم ينزل ل سالب 5 فولت، ثم يرجع 28 فولت، وهكذا. هذا هو جهد VGL، عفوا VGH even و VGH ODD على التيكون. ليس في جي اتش الرئيسي، الفي جي اتش الرئيسي ثابت، لكن هذا فرعي موجود على الشريط الناقل للمسطرة الجهة اليمنى، مكتوب عليه في جي اتش ايفن و في جي اتش في او او دي دي. هذا ليس ثابت الجهد، احيانا يكون 28، ليس احيانا، يعني هو يكون 28 ثم ينزل سالب 5 ثم يرجع 28 ثم يرجع سالب 5 بسرعة كبيرة، وهذا يتزامن مع اللون اللي حضرتك شايفه هون. لا أعلم هل هناك حل أم أتركه على ما هو. بشكل عام جميل جدا إن شاء الله. طبعا تم إصلاحه بقطع المسار VGH عن المسطرة الجهة اليمنى. شكرا أستاذ. هذا المسار مكتوب عليه VGH even، VGH even بكون 28 أحيانا، وأحيانا بينزل لناقص لسالب 5 تقريبا. هذا هو اللي بغير اللون من أخضر لأحمر، بهيك بتغير اللون من أحمر لأخضر بتغيير هذا الفولت. هاو ها هو هذا المسار VGH even.